نعم زينب، رجعنا مرة تانية على الهواء مشاهدينا. ضيوفنا هلا ضيوف استثنائيين، يمكن ونحن عم نغطي انتصار حلب كان لابد انه تستوقفنا حالة انسانية، حالة انسانية لازم نرصدها. مثل ما عودناكم انه نكون دائما عين على الواقع ونبض الشارع السوري وصوته. معنا عائلة فقدت ابنها احمد مسطو، هو طفل مصاب بمرض التوحد، خرج من 7 شهور واهله لهلا ما بيعرفوا هو وين وجاري البحث لهلا. اكيد ابواب كثير دقوها اهل هالطفل، ابواب رسميه وغير رسميه، ونحن كاخباريه سوريه منبر اعلامي وطني وبنحكي قضايا انسانيه مثل ما حلب فيها قضايا الصمود والتضحيه، يمكن في كثير عائلات فقدت اولادها. اليوم معنا طبعا اهل هدول الطفل، هذا الطفل طبعا وفاء معاذ والدة الطفل المفقود، سيد فواز عجوز هو من اهل حلب اللي تبنوا الموضوع وساعدوهم من البدايه، وايضا والد الطفل ابراهيم مستو والد الطفل المفقود. نحن كاخباريه لازم نكون جنب نوصل رسالتهم، لهيك استضفناهم لليوم لحتى طبعا نوصل الرساله، وبلكي حدا يمكن بيسمعنا سلمى بيعرف شيء عن هالطفل ممكن يتواصل معنا ومع اهل الطفل. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباحكم اهلا وسهلا فيكم. بدي بلش معك ست وفاء، يعني دائما الابن هو قطعه من روح الام، واكيد ما في اعز من الضنا مثل ما بيقولوا. حضرتك تحكي لنا شوي كيف صار الموضوع، امتى طلع احمد، تحطينا شوي بالتفاصيل كمان مشان الناس اللي عم تسمع اذا بتقدر تفيدنا بمعلومات. بدايه يسعد صباحكم، صباح حلب، صباح الانتصار، واهلا وسهلا فيكم ضيوف عزيزين علينا. منبارك انتصار حلب رغم كل الالم اللي بيعتصرنا. منبارك لسيد الرئيس بشار الاسد، للجيش العربي السوري، والمجد للشهداء على امتداد ساحات الوطن، وان شاء الله بجهود الطيبين بيرجع احمد. الحقيقه بال 29/7 خرج احمد صباحا من البيت، طبعا هي مو اول مره، يعني من العادات الدائمه له انه يحاول، لانه احمد اضافه الى طيف التوحد فهو مصاب بفرط النشاط، دائما بيطلع ويعني وبيرجع. هي ال 29/7 غادر ولم يعد. ما كان في تقصير، كل الجهود المبذوله، كل اللي بذل والاجراءات اللي اتخذت، لكن الى الان لم نعثر لاحمد على اثر. نعم. وهذا الشيء اللي يعني عم بيزيد المنا ووجعنا. ونحن في الحقيقه يعني شاكرين للجميع اللي بذلوا كثير جهود، ولكن الى الان لم نعثر لاحمد على اثر. ان كان ميت فنحن لنا اسوه اسر الشهداء وشهداء الوطن، وان كان على قيد الحياه فنحن بنتمنى في الحقيقه يوصلنا اي خبر عنه. بلدنا بلد محبي بالنتيجه، لا يمكن للشر انه ينتصر فيها، ونحن على ثقه انه احمد رح يرجع. نعم. شكرا لكم. ان شاء الله يا رب بيرجع لكم سالم غانم. يعني سيد ابراهيم تحكي لنا اول شيء عن عمر احمد، وتحكي لنا كيف بلشت بالبحث عنه، شو الاليه، كيف بلشت تعطي خبر، وقد ايه له غايب؟ احمد غادر بتاريخ 29/7 و7 صباحا. طبعا العالم بالشارع يعني قليلين كانوا. 29/7/2017؟ نعم. هاي السنه. نعم. نعم. وبحثنا كثير وبدا البحث عنه بعد ربع ساعه بالضبط، يعني غادر الساعه 7، 7 وربع كنا مباشرين البحث، وما اتفقنا لحد الان انه نجتمع فيه. كنت بتمنى ان يكون ولد شهيد، ما يكون ولد مفقود. لا تبكي عم، ان شاء الله قريبا بيرجع احمد. نحن اليوم ما بدنا نزيد هم عليكم، بالعكس نحن عم نحاول نكون داعم لكم ونوصل صوتكم عبر منبر الإخبارية. يمكن عم تنعرض معنا صور أحمد لكل يلي بيقدر يشوف أحمد ويعرفه، حتى حاطين معنا كمان رقم الاتصال الهاتفي لكل يلي بيقدر يوصل 0933405370، وأكيد بيقدروا
يزوروا صفحة الإخبارية السورية ابتداء من بعد حلقة اليوم. رح يكون موجود منشور خاص بالمتابعة من قبل الإخبارية السورية للموضوع، للتواصل معنا على صفحة الإخبارية وللرقم يلي قلناه 0933405370. الرجاء من أي حدا بيقدر يوصل لأحمد، صوره موجودة رح تكون هلأ معنا على الشاشة، إن شاء الله يا رب بنقدر نوصل له، وإن شاء الله هالدموع بتكون دموع فرح. طبعا احنا بحقنا نفرح مع اهل حلب بالانتصار رغم الالم، ولكن الحمد لله انتصار حلب هو انتصار لسوريا باذن رب العالمين، وراح ترجع سوريا احلى مما كانت باذن الله. باذن وسواء ان كان لنا اسمه انه احمد يرجع او ما رجع فهو مو اغلى، ولو يعني على قلبي مثل بقيه الشهداء ومثل بقيه المفقودين اللي ضحوا فيهم الوطن او هن ضحوا من اجل الوطن. نعم. وبشكركم كثير لاني منبر رائع، ومن خلالكم ان شاء الله بنحسن نوصل صوره، واتوقع انه يكون عند ناس بسطاء ممكن يكون ما بحسن بتواصلوا معنا او ما هو لكونه لا يستطيع الكلام، احمد مصاب بالتوحد. نعم. وانا كثير متفائل بالنصر ومتفائل فيكم، وبشكر الاخباريه السوريه الرائعه اللي كنا نحن متابعينها لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة من أول الأزمة. نعم. لا يمكن أن نعبر لكم عن شكرنا. هاد واجبنا. أهلا وسهلا فيكم بحلب. وكلياتنا عنا واجب عم نأديه. ونحن واجبنا كمان نكون مع الشارع السوري، وأيضا إجينا على حلب لنكون معكم. نعرف في كتير عائلات فقدت شهداء وفقدت أحبة، ونحن اليوم عم نشارك فرحة النصر ممزوجة يعني بدماء الشهداء. أنه أسوة لأهالي الشهداء. احيانا بنخجل انه حتى من المنا، لانه في الوطن كثير بحاله حرب وبحاله الم دائم، فان شاء الله الرحمه للشهداء، وان شاء الله بيرجع احمد إن شاء الله وجميع اسرى الوطن بيتحرروا، وبنفرح الفرحه الكبيره بانتصار سوريا الكبير. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير للاخبار. ان شاء الله يا رب هيك يكون الناس كلهم عم يشوفوكم ويشوفوا هي الحاله، واللي عنده اي خبر ما يتردد ويتواصل مع الاخباريه السوريه، لانه نحن منبر عم نحاول نكون جزء كمان من رسالتنا، مو بس رساله انه نكون عين الواقع سلمان، كمان رساله انسانيه واجتماعيه، ونشارك المواطن السوري همومه. نعم. سيدة فوازة بدي تحكي لنا بس شو صار معك بأكثر من مكان لما أنت حبيت تساعد والد الطفل أحمد. صباح الخير، صباح الوطن، صباح سيدي سيد الوطن، مبروك انتصار حلب، الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، أبطالنا أبطال قواتنا المسلحة الباسلة. في هذا الصدد موضوع الإنساني، من الموضوع الإنساني لابن أخونا أحمد إبراهيم مستور، من اللحظة الأولى أخذت على عاتقي هذا الموضوع واعتبرته ولدي، وباشرت الاتصالات والكتابات على النت التي أقرأها أكثر من 1,000,000 شخص. أول كل شيء شكر جزيل للإنسان حسين دياب محافظ حلب، والسيد اللواء قائد الشرطة، والسيد عميد خليل الله رئيس فرع عمل الدولة، لم يعلوا جهدهم بهذا الموضوع وبذلوا كافة جهودهم الآن عن أي شيء. طبعاً أتمنى بالله كبير أنه تضاعف الجهود من خلالكم، المنبر الحر، المنبر الرائع، الإخبارية السورية. شكر جزيل لكم، أهلا وسهلا فيكم في حلب الشهباء، حلب الشهداء، حلب التي استعصت على الإرهاب، ويكون جهودكم، وأتمنى أن لا تخرجوا من حلب إلا وطفل أحمد بين يديك وسنبنايا. ألف شكر السيد الأستاذ عماد سارة، الإنسان الوطني الرائع الذي أتاح لنا هذه الفرصة وهذه المناسبة. فيما يخصني أنا وما أراه بأفق بالنسبة للطفل أحمد، أن هناك أحمد موجود وأحمد حي، هكذا قناعتي وهكذا رؤيتي، هذا الأمل إن شاء الله يعني أكيد، وهذا هذا إحساس أمه كمان. تماما، أحمد لا زال حيا. أين أحمد الآن؟ السؤال الذي طرح نفسه، أحمد أين الآن؟ ما زال الجهات الأمنية فتشت عليه ونحن فتشنا عليه، أحمد أين هو؟ جازما أعتقد أنه عند عائلة بسيطة لا نستطيع التواصل معها. أنا الآن نداء إنساني أوجهه على مستوى العالم وليس على مستوى سوريا، والإخبارية السورية الآن أصبحت فضائية عالمية، يعني فضائية سوريا العالمية الآن أصبحت. نداء إنساني أوجهه لكل أم، لكل أب، لكل طفل، لكل شاب، لكل امرأة،
أن يعيدوا هذا الطفل البريء، أن يساهموا في عودة هذا الطفل البريء. هذه صورة الطفل أضعها أمانة في لكل القنوات التلفزيونية العالمية، أن يكون هذا الطفل أحمد أمامه، لكل الصليب الأحمر، للهلال الأحمر، لكل المنظمات، لكل الجمعيات الخيرية في العالم، أن يروا هذا الطفل أحمد ويدعوا ويزعوا أحمد مطلوب. أنا أناشد السيد الرئيس، سيد الوطن، أناشد كافة المسؤولين، أناشد هيئة إذاعة والتلفزيون، الصحف، المواقع الإلكترونية، أن يساهموا في إيجاد هذا الطفل البريء المصاب بالتوحد. طبيعة الحال هو ليس أكبر من الشهداء قطعا قولا لا، وليس أكبر من الجرحى لا، وليس أمه سكلة أكثر من أمه لا، لكن أنا أطالب كل مسؤول وكل وطني وكل إنساني ونداء على مستوى العالم أن هذا الطفل بريء مصاب بالتوحد. أرجو المساعدة فيه. أنا شخصيا لن آل جهدا في هذا الموضوع، وأسابق وأتابع هذا الموضوع. أحمد يجب أن يعود لحضن والديه. أكيد سيد فواز، كلياتنا معك، جهودك والمبذولة لحتى توصل صوت العائلة وصلتهم معنا اليوم، ونحن بدورنا وصلنا هالرسالة عبر منبر الإخبارية. أكيد بنوعدكم أنه نحن رح نبقى دائما عم نتابع الموضوع أول بأول، وإن شاء الله الحلقة القادمة لنا لقاء قادم قريبا بنكون موجودين وبيكونوا هالعيون فرحانين إن شاء الله. فرحانين وهن عم معانا أحمد بيناتنا. بدنا نشكر وجودكم كثير، بس إني ملاحظة صغيرة، نحن كبرنا بوجودكم معنا اليوم. أكيد سمحتي. فضل. الرقم الذي ذكرتيه أن يكتب على المونيتور، يعني قد يكون رح ينكتب على صفحة الإخبارية ورح ينزل ورح نرجع نعيده مرة تانية دائما للتواصل. أكيد لا تقلق. ختاما أهلا وسهلا فيكم، مبروك حلب، مبروك اتصال حلب، مبروك اتصال سوريا، كل عام أنتم بخير، والوطن وسيد الوطن بألف خير، وجيش الوطن بألف خير. شكرا لكم أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم. بدي أقول لك بس لوالدة أحمد أنه إحساس الأم ما بخيب، والإيمان بالله، وأيضا هي رسالتكم وصلت عبر منبر الإخبارية السورية، وإن شاء الله يا رب يصير خير عبر شاشتكم. شكرا لكم. كأم يعني أنا في يعني أثق تماما أنه أحمد سيعود. أنا رأيته في الحلم بصحبة السيد الرئيس والسيد الأولى، وأحلام الأم عادة لا تخيب. أنا أنتظر أحمد وأنتظر زيارة السيد الرئيس. يلا إن شاء الله بعد لكم بخير وسلامة، وكمان بدي لكم إن شاء الله هيك يعني أنه بهي الأيام الخير على حلب هي كمان تكون خير عليكم. أيام المحبة. نعم. شكرا لوجودكم معنا. شكرا. أحب أشكر كل شيء ساعدني في تعب معي، وبخص بالشكر زملائي بالمهنة اللي ساعدوني سندوني كثير، بتوجه لهم بالشكر، خاصة لنقابتي، نقابة المحامين بحلب. أكيد. اللي ما قصروا وكانوا متواصلين معي وكانوا عون. أكيد. شكرا. ومنا يشكر الناس. شكرا الله. لكل اللي ساهموا أكيد واللي رح يساهموا للوصول. شكرا كثير لوجودكم. الله يشكرك.